أيها السادة المشاهدون، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قضية للحوار. أعزائي المشاهدين، إن الثقافة هي التراث الفكري الذي تتميز به جميع الأمم عن بعضها البعض، حيث تختلف طبيعة الثقافة وخصائصها من مجتمع لمجتمع آخر، وذلك للارتباط الوثيق الذي يربط بين واقع الأمة وتراثها الفكري والحضاري، كما أن الثقافة تنمو مع النمو الحضاري للأمة، وكما أنها أيضا تتراجع مع ذلك التخلف الذي يصيب تلك الأمة. وكل أمة من الأمم تعبر عن مكانتها الحضارية بالثقافة التي وصلت إليها، لأن الثقافة تعتبر أساسية لكل تحرك وكل نهضة. أعزائي المشاهدين، يدور موضوع هذه الحلقة من برنامج قضية للحوار حول الثقافة التشادية ودورها في النهضة، ولكن كدأبنا نبدأ الحلقة بالترحيب بالسادة الضيوف في هذه الحلقة. وضيفي في هذه الحلقة هما الدكتور أحمد بين آدم، مدير وكالة دعم المبادرات الأهلية في التربية. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. كما أرحب بضيفي الثاني في هذه الحلقة، وهو الأستاذ عز الدين مكي إسحاق، مصحح بالوكالة التشادية للأنباء والنشر. أستاذ عز الدين، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. مرحب بكما في هذه الحلقة. لو بدأنا معك دكتور نتحدث عن الثقافة، والكثير من الناس الآن يتحدثون عن الثقافة، لكن بداية نريد أن تعرف لنا ما هي الثقافة. شكرا على مقدم البرنامج وعلى تلفزيون تشاد. فالموضوع فعلا شيق جدا. فالثقافة في مفهومه الزاعي حاليا لها أكثر من 150 تعريف، فتعريف كثيرة جدا، فمن الصعب أن نحدد تعريفا معينا ونتفق عليه، لأن هناك تباين في المفهومات، هناك تشعب في الثقافة، فلذلك هناك أيضا تباين في التعريفات. نعم. فالثقافة حاول كثير من التعريف، وأخيرا نستطيع أن نجمل كل ما عرفه الناس ونقول هي نمط الحياة. هي نمط الحياة. الثقافة هي نمط الحياة. نمط الحياة. نعم. فهناك من قال أيضا الثقافة هي ذاك الشيء الذي يبقى عندما يزول كل شيء. نعم. فإذا الثقافة هي الإنسان. الثقافة هي الإنسان. طبعا الثقافة لها، أستاذ عز الدين، الثقافة لها تعريفات كثيرة جدا، وأكيد هيكون لديك منها تعريف للثقافة. والله أنا أتفق مع الدكتور فيما قاله، لأنه هناك تعريفات كثيرة، ولكن خلاصة يمكن أن يقول أو نقول الثقافة أسلوب الحياة السائد بين الشعب من الشعوب، أسلوب الحياة والطريقة المتبعة في حياة هذا الشعب. هذه هي الثقافة. يعني هذه هي الثقافة. نعم. هذا السؤال يجرنا إلى سؤال آخر وهو تابع للثقافة، هو ما هي رسالة الثقافة؟ لو تحدثنا عن الثقافة عرفناها، نريد أن نعرف رسالة الثقافة. نعم، يعني للثقافة رسالة تتمثل أو تتمحور في خلق مناخ لتفاهم المتبادل وثقافة السلام والوقوف في وجه أسلوب استخدام القوة والسيطرة والتدخل في شؤون الغير. يعني بمعنى الثقافة دورها هي خلق حياة كريمة للإنسان، سواء كان في المجتمع أو في الوطن أو مع الشعوب الأخرى أو بصفة عامة في العالم. يعني يجب أن تصنع الثقافة السلام والتعايش السلمي والتفاهم بين كافة الشعوب المعمورة. هذه هي رسالة السلام. نعم. دكتور، اليوم حديثنا يدور حول الثقافة التشادية ودورها في النهضة، فإذا كان تحدثنا عن الثقافة التشادية بالخصوص، نريد أن نعرف مميزات الثقافة التشادية، وهل الثقافة التشادية تختلف عن الثقافة الإفريقية بما أننا جزء من أفريقيا لا يتجزأ؟ نعم. للرد على هذا السؤال لابد علينا أن نقلب الصفحات قليلا من الماضي، فنجد أن هناك مجتمعات عاشت في هذه المنطقة التي سمت تشاد فيما بعد، بل هناك ممالك عاشت، مملكة كانن ومملكة وداي ومملكة باديرمن وممالك أخرى لم يذكرها التاريخ فنعطيها حقها أيضا. فهذه أسس
الثقافة التشادية، بل لأن هناك مناخ جغرافي وعدد الناس عايشين في تلك البقعة التي فيما بعد سميت تشاد، فالعادات والتقاليد، المفاهيم الدينية، المعتقدات التي كانت سائدة في تلك المناطق هي التي كونت ما يسمى بالثقافة التشادية. فالإنسان لما يتصرف بأي سلوك معين يعرف أنه من هذه البقعة، لأن هذا التصرف الثقافة هي التي تميزه. نعم، ميزته، فبالتالي استطاع التشادي أن يتميز بهذه. مع مرور الزمن طبعا ظهرت الكتابة، دخل الكتابة باللغة العربية، طبعا أول لغة كتبت في تشاد دخلت بحروفها الأبجدية، فأخذت الثقافة، دخلت الثقافة في هويات، في كتب، في مدونات، وبالتالي استطعنا أن نجدها ونبني عليها. نعم، لكن الثقافة التشادية هل هي تختلف عن الثقافة الإفريقية الأخرى؟ ما نحن جزء من أفريقيا، الثقافة التشادية. أقول ذلك لأنه إذا أخذنا تشاد كمناطق كأقاليم جغرافية، نجد منطقة الساحل ومنطقة السافانا والصحراء، فسكان الصحراء لهم مميزات خاصة وطريقة حياة خاصة تقترب من الذي يجري في الشمال تشاد، في ليبيا أو في النيجر. إذن هناك لصق بين الثقافة الجاذبة وثقافة الصحراء الكبرى. لما نجد منطقة الوسط من جيرا وتشاد حتى مرورا بمدينة أبشة وبلتين وآتيا وأم حجر وسلامات، نجد أن هناك خلط بين ثقافتنا أو تشابه والثقافة التي عاشت يوما ما في منطقة مملكة دارفور في السودان. فلما نجد إلى السافانا في منطقة الجنوب، نجد أيضا تداخل بسكان المناطق التي توجد في موين شاري وأوبنجي شاري التي كانت في إفريقيا الوسطى فهكذا. فنحن خليط من هذه الثقافة الإفريقية. نعم أستاذ زيدين، نحيل إليك هذا السؤال نفسه، نعم طبعا. بالنسبة لمميزات الثقافة التشادية واختلافها مع الثقافات الإفريقية. أنا كما قال الدكتور الثقافة التشادية لا تختلف يعني، وعندكم شعار جميل في التلفزيون يعني تشاد ملتقى الثقافات. نعم. تشاد كاليفور دي كولتير. نعم. يعني هذا تعبير صادق وحقيقي لواقع تشاد. يعني تشاد ثقافتها إفريقية، إضافة إلى أنها في ثقافة جاية من الشرق اللي هي الثقافة العربية الإسلامية. نعم. يعني تشاد ملتقى لهاتين ملتقى الثقافتين، الثقافة الإفريقية. نعم. والثقافة العربية الإسلامية، وهذا لموقعها في وسط نعم إفريقيا. نعم، موقعها الذي يقع وسط القارة الإفريقية. نعم. من الشرق العالم العربي الإسلامي ومن ما بها من دول أخرى تعتبر دول إفريقية، ولذلك المجتمع التشادي أيضا يتكون من قبائل إفريقية. نعم. وعربية، لذلك تشاد تعتبر يعني ملتقى الثقافات الإفريقية العربية الإسلامية. نعم دكتور، بالنسبة قيل إن الثقافة تتطور بتطور الأمم، كيف ذلك؟ نعم، هذا يلاحظ لما تقرأ سيرة البشرية، تجد أن فعلا الثقافة تطورت، وفي بعض التعارف الثقافة حصاد متكرر متجدد. الثقافة إذن كلما حصلته البشرية منذ البداية، منذ العصر الحجري إلى يومنا هذا، إذن هناك ثقافة إشعال النار كان بالحجر، والآن تطور إلى أتى الكبريت، ثم تطور إلى أن أتى الزينات، وتطور إلى لا أدري كيف الآن تشعل. فهناك تطور. إذا نظرنا إلى تشاد أيضا، فثقافتنا في البداية ما كان مثل اليوم، فكنا نستعمل ما يسمى بالكرسي. الكرسي ده إنسان يرسل من آتيا لنقل الخبر إلى أم حجر مثلا. نعم. يستمر يومين أو ثلاثة أو عشان يودي الرسالة. عشان يودي الرسالة. نعم. فلما يحصل يقول كرسي جاء، كرسي فلان جاء، إذا هناك خبر يتوقع أن الملك أو لا، أرسل كرسي فلان لإخطار الناس بهذه المعلومة، بمعلومة أو برسالة. الآن الأمور تطورت وأصبح الكرسي اختفى، فجاء زمن كان نمشي بالحصين، ثم بعد ذلك تطورنا قليلا وركبنا حاجة ما يسمى الأوتوموبيل العربية،
العربية كانت تمشي تقطع المسافة في 7 أيام من أبشنا يعني جمعنا نجيب قبل ذلك في 7 أيام. نعم. إذا في تغيير مستمر حتى إذا الشبكات العنكبوتية الفيسبوك كلها من نوع من التطور الثقافي، فبالتالي إذا لم تستعمله في بعض المجتمعات تجد نفسك خارج الحلقة. لكن دكتور لو ألقينا نظرة إلى الثقافة الشادية والتي نتحدث عنها اليوم، هل حقيقة أن الثقافة الشادية تتماشى مع العصر كما تتماشى الثقافات العالمية مع العصر؟ هل نحن نتحرك ببطء أم نتحرك بسرعة مع الناس التي تتحرك الآن؟ العالم كله متحرك. نعم. العالم كله متحرك، الولايات المتحدة الأمريكية، الغرب، الشرق كله متحرك، لكن مع هذه الحركة كل مجتمع يحافظ بشيء خاص. نعم. والمثل الكبير في اليابان، اليابانيون طبعا عندهم نهضة تكنولوجية، أما الآن عندهم ثقافة لا ما مسوها بشيء، تقليدية موجودة جدا في الحياة الزوجية، في بعض الطقوس، الأكل، المرأة هي التي لازم تقدم الأكل حتى إذا كان رئيسة وزراء في اليابان، الأمور دي كلها ثابتة رغم التطور في أشياء يحافظ عليها لتميز المجتمع إن هذه من الثقافة الفلانية وذاك من تلك الثقافة. نعم. أستاذ إزدادين، تعدد الثقافات هل يعتبر ضعف أم قوة؟ بما أننا تشاد لديها لغتين، اللغة الفرنسية واللغة العربية، في دارسين باللغة الفرنسية تختلف ثقافتهم نوعا ما عن الدارسين باللغة العربية، وكذلك لدينا ثقافات أخرى أيضا تختلف من منطقة إلى منطقة، فهل تعدد الثقافات يعتبر ضعف أم قوة للمجتمع التشادي؟ يمكن باختصار مطلق مصطلح أو كلمة وحدة في تنوع. نعم. وحدة في تنوع، فكل ما المجتمع له ثقافات وعراق وعادات وتقاليد، إذا وجهت هذه المتفرقات يكون دورها دور إيجابي. نعم. ولو لاحظنا مثلا الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا ما نهضت إلا بهذا التنوع، يعني تحتضن كل ما جاء بثقافة جديدة. نعم. وتعتبر ثقافة أمريكية، وبالتالي نهضت بهذه الثقافة، فنجد مثلا موسيقى الجاز وحتى الأفارقة الذين وصلوا إلى أفريقيا إلى أمريكا يعني أصبحوا جزء من أمريكا، حتى الآن وصلوا يعني حتى سدة الحكم، يعني أمريكا استفادت يعني من هذا التنوع، أمريكا تطورت أنها تمتص الثقافات، تمتص وتستفيد من هذه الثقافات وتوجهها لخدمة الوطن الأمريكي. لذلك نقول التعدد الثقافي أو التنوع الثقافي الموجود في جهات عربية فرنسية أفريقية، هذه نعمة. نعم. نعمة من الله، يعني يجب أن نفهم هذه النعمة ونوجهها توجيه سليم لخدمة الوطن. نعم. فلذلك جانب إيجابي خالص. نعم. التنوع الثقافي والتعدد الثقافي والأعداد والتقاليد، هذه نعم. هذا جانب إيجابي، يجب أن نفهم ذلك ونستفيد منه في تنمية الوطن. نعم. تعدد الثقافات دكتور جانب إيجابي. نعم جات قوس قزح. نعم. جات ملونة مشكلة من جنوبها إلى شمالها ومن غربها إلى شرقها، فجات دولة كبيرة جدا فيها تنوع وثراء لابد أن نستفيد منه. نعم. لابد أن نستفيد من ذلك. فهناك مودو أتي إبراهيم، هناك تمرال، هناك مادلين، فجاءت هكذا. فنستطيع أن هناك من يلبس الجلابية، هناك من يلبس البرمبو فقط، هناك من لا يلبس الطاقية، هناك من يلبس طاقية مكلفة ب8000 ريال، 20000 ريال، فهذه الثقافات متعددة متعددة في جد، فلا بد أن نستفيد من هذا التنوع. فبرنامجك وبرامج أخرى في تلفزيون جد استطاعت أن تقول للعالم ها نحن. دكتور أيضا، ما مدى صحة القول إن الثقافة هي سلاح كل أمة تستطيع بها أن تواجه الأعداء؟ نعم الأعداء. نعم. كلمة صعبة شوية جدا. نعم. لكن بثقافتي أتميز عن الآخر، وبثقافتي أقول أنا وأنت، أنت وأنت وأنا نكون هذه الثقافة. فإذا نقول سلاح، لا، إذا استطعنا أن نبتكر واستطعنا أن نسيطر على ثقافتنا بل على
أن نكون شخصيتنا، فهذا هو السلاح، تكوين الشخصية المميزة، فلا نترك آفات الآخرين تنفش من ثقافتنا، نحافظ نقبل الآخر لكن نحافظ على ثقافتنا على هويتنا، فهذا نوع من نوع من السلاح فعلا نستطيع أن نتميز. يقول هذا الرجل لما يكون هناك مسابقة قرآن كريم في العالم يقول الله أين الشباب الجاهلين؟ نعم هذا شيء غريب جدا. نعم لما يكون هناك مباردة في صراع حديثا ابتدى في السنغال وقديما في السنغال وحديثا في تشاد وفي النيجر ظهرنا بمظهر غريب جدا. هناك من يطالب أن يحضر تشاد في حلبات الصراع. إذا هناك أشياء تميزنا فلا بد أن نبرزها شيئا فشيئا ونحتمي بها. نعم جميل. أستاذ عز الدين تحدثنا عن الثقافة ولكننا لم نعرف المثقف. إذا قيل أن هذا الإنسان شخص مثقف فما هو المثقف؟ نعم قبل أن نأتي للمثقف أنا في مواصل الدكتور كلام دكتور أحمد غين. نعم في دكتور يوسف عبد السلام في مقال له في إحدى المجلات مقال ثقافي وعجبتني كلمات يعني قال علينا أن نتفتح للآخرين كتفتح الزهر للنور. نعم وما ريعان الزهر إلا من ذاك الشعاع ولا يضرنا إذا اعترفنا بأن ثقافتنا هي الزهر في أكمامه وحق لها أن تتفتح. نعم. كلام جميل جدا. نعم. جدا حق للثقافة الموجودة أن تتفتح وتساهم مع نعم. الآخرين جميل في نهضة العالم. نعم. وفي نشر الخير والنماء. نعم. يعني إذا دورنا كشاديين يجب أن نساهم مع الآخرين في المنظومة العالمية ويجب أن, نعم. أن, أن, أن نوري الناس ثقافتنا. نعم نعم نعم. والمثقف كما جاء في تعريف هو المتذوق أو المتلقي الواعي ويفترض في المثقف أن يكون قادرا على التمييز بين الإنتاج الرفيع والإنتاج الهابط. يعني المثقف هو الإنسان المتلقي أو المتذوق الواعي الذي يفهم ما يجري أمامه. نعم. ويميز بين الخبيث وبين الطيب. نعم. يعني هذا هو المثقف، من لا يميز فهو ليس بمثقف. هل يدخل في إطار ذلك المثقف يجب أن من مميزاته أن يكون متعلما؟ الشخص نعم المثقف. يعني في بعض التعريفات تقول أن المثقف أن يعرف كيف يكتب ويقرأ. في بعض الناس يقولوا يكون عنده باقي يعني شهادة ثانوية فما نعم. فوق هذا نعم. هو المثقف لأنه يستطيع أن يقرأ ويفهم ما يجري في العالم. نعم. وهناك ممكن يقول يعني هناك إنسان حكيم. نعم. الحكيم الذي تدرب في الحياة وخبر الحياة يعني. نعم. إنسان يكون أمي. نعم. لكنه يكون مثقف بحكم التجربة بحكم المواقف التي تعرض لها في حياته. يعني إنسان عمره 70-80 سنة. نعم. يعني ممكن يكون مثقف دون أن يكون يكتب يقرأ ويكتب. نعم. بخبرته في الحياة. نعم. لذلك المثقف هو الذي يميز بين الأشياء يعني يعرف الخبيث من الطيب. نعم. يعني ليس شرطا أن يكون الإنسان مثقف بمعنى إنسان متعلم ودارس، ليس شرطا هذا. والله هناك يعني مثقف أو دارس وليس مثقف. نعم. يعني كم من الناس يعني هو تلقى يعني متعلمين درجة عالية من التعليم شهادات عالية لكنه في سلوكه في تصرفه أفضل منه إنسان أم يعني. نعم. لم يقرأ. نعم دكتور. إذن هناك مفارقات يعني. نعم. في هذا الشاعر رأي في هذا الكلام المصري. نعم. أبنودي. نعم. نزل صعيد مصر وقال سيرت بسلاحي وحارب الأمية فوجدت الأمية متعلمة. نعم. وجراجة. فهذا كلام بأنه نعم. الثقافة نعم تجد مثقفا دون أن يدخل المدرسة دون شهادات عليا. فالأبنودي شاعر معروف في مصر. نعم. فوجد دخل في صعيد مصر ليوجه بعض الناس أهله إلى بعض الممارسات فوجدهم يعرفون أكثر من هو المتعلم. نعم وذوق الخبرة. نعم تراكم. نعم. لكن دكتور هذا بالنسبة للإنسان المثقف، لكن ما هي سمات الإنسان المثقف انطلاقا من بيئته ليكون نموذجا منها وفيها متكامل الهوية؟ سمات الإنسان المثقف. نعم الإنسان المثقف داخل مجرى هذا النهر مثلا، فالنهر إن الحياة نهر وفيها لابد أن يسبح. نعم. يسبح لا تسبح ضد التيار، فحاول أن تكون عندك معلومة
كيف تسبح وإلا تناقش، تجد من هو يسبح أحسن منك، تجد أساليب أخرى للسباحة، فعليك أن تحترم أساليب الآخرين وتحافظ أسلوبك أنت، وتحاول أن تعلم الآخرين كيف يتعاملون مع هذا النهر الجارف وهي الحياة، كيف ينتقلون من عمل بداية إلى عمل شيئا ما متطور. إذا الابتكار داخل في الثقافة، الإبداع داخل في الثقافة، كما قلنا حياتنا التقليدية حتى الفنون داخل في الثقافة، فلذلك كيف تنقل الإنسان المثقف الذي يستطيع أن ينقل المجتمع من ما كان فيه إلى ما هو أحسن دون المساس في بالأصل. بالأصل. نعم. ده الإنسان المثقف. نعم. الذي يستطيع أن ينقل مجتمعه من الأدنى إلى الأعلى، أو الحفاظ على الهوية مع الانتقال إلى الأفضل. في إضافات للإنسان المثقف أو سمات الإنسان المثقف من صحة ما في إضافة، ولكن يجب المثقف أن يكون يعني مدركا لما يجري حوله من 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 تغير ومن نعم. تطور. نعم. وكيف يستفيد من هذا التطور في خدمة مجتمعه. نعم. فهذا هو المثقف العصري الذي يجب أن نقول عليه مثقف، يعني هذا هو المثقف، يعني يفهم ما يجري في العالم. نعم. ويستفيد مما يجري في العالم في حياته الخاصة وفي حياة المجتمع الذي يعيش فيه. جميل. الدكتور، إن الثقافة ترتدي ثوب الشمولية لتعم كافة أفراد المجتمع، فهل إن الثقافة التشادية تعم جميع أفراد المجتمع التشادي، أم أن هناك توجد فجوة بين أفراد المجتمع التشادي، وكيف يمكن التعامل معها حتى تقترب الرؤى والأفكار؟ في كل المجتمعات الثقافات هناك تباين وهناك فجوة. نعم. الفجوة موجودة، لكن هناك جهة تستطيع أن تجمع بل تنقل ثقافة ألف إلى ثقافة باء، هي المدرسة. نعم. المنهج التعليمي، من المنهج التعليمي وبعض الهويات مثل المسرح. نعم. التلفزيون، الإذاعة، دي وسائل، دي وسائل. نعم. تقول للذي يعيش في ثقافته في منطقة بيبكم هناك ثقافة أخرى لا تشبه ثقافتك موجودة في برداي مثلا. نعم. فرغم هذه الفجوة المساحية ممكن فكريا نجمع هاتين الثقافتين ونقول له أن هناك ما يعيش بالأسلوب الفلاني. فإذا أخذنا الزواج مثلا، طقوس الزواج مختلفة من منطقة إلى أخرى، فلا نستطيع أن نقول هذا زواج هذا ليس بزواج. إذن الفجوة موجودة بين الثقافات، وهناك أساليب أو كما قلت كيف نجمع هذه الثقافات. فلذلك هناك الدولة وهناك كيان إفريقي وهكذا تتسم بثقافات معينة نجدها غالبا في الكتب وفي المسرح في الإذاعة في التلفزيون، ونجمع بين الثقافات. نعم. أستاذ عز الدين، حقيقة أن الوسائل الإعلام وخاصة التلفزيون التشادي عندما يبث الثقافات المتنوعة وجدنا ناس كثيرين تعرفوا عن ثقافة الغيب من خلال وسائل الإعلام، من خلال التلفزيون. عندما يشاهد مثلا فولكلور للشمال فيقول أنا أول مرة أشوف تشاديين بهذا الشكل، بمعنى هذا أنه اكتسب ثقافة جديدة من خلال التلفزيون وتعرف على هذه الثقافة وهي ثقافة بلده. فكيف يمكن لوسائل الإعلام الأخرى أن تنقل هذه الثقافة من جهة إلى جهة حتى تكتمل الصورة؟ نعم. كما أشار الدكتور على الثقافات المختلفة في تشاد ودور وسائل الإعلام في التعريف بهذه الثقافات، يعني والحمد لله أن التلفزيون بذل مجهود ولكن لسه. نعم. مطلوب يعني الكثير، يعني يجب أن نعكس الثقافة التشادية في وسط، فهذا يحتاج من التلفزيون أن ينظم يعني إدارة خاصة. نعم. أو فريق عمل لتسجيل هذا التراث. نعم. وتنقيته وعكسه للآخرين. نعم. وهذا يتطلب عمل ضخم جدا، يحتاج لوقت، يحتاج لإمكانيات. نعم. يحتاج لطاقة، لذلك هذا هو السبيل الوحيد للتعريف بالثقافات، ويجب أن على كل شادي أن يتعرف على ثقافة أخيه الآخر، يعني يجب الإنسان في بيبكم زي ما قال الدكتور المفروض يعرف ثقافة أقول في 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 برداي مثلا. نعم. وفي بول يعرف أقول في أدري من خلال
مشاهدات التلفزيون. نعم. كيف يأكل، كيف يشرب، كيف نعم. يتحدث، كيف يتزوج، كيف يعيش حياته اليومية. وهذا مجهود كبير الله. ودور ضخم جدا يجب أن يلعب التلفزيون جاد والتلفزيونات الأخرى وسائل الإعلام الأخرى الموجودة في جاد، لأنه هذا هو الذي يوحد بين الجاديين، والوحدة لن تأتي إلا بتعرف تعرف كل آخر على الآخر. نعم. لما نتعرف مع بعضنا كل واحد يعرف ثقافة الآخر، يكون هناك اعتراف بالآخر، يكون هناك احترام وتقدير للآخر، وبالتالي يعني كلنا متفاهمين دون أن يكون هناك غرابة. يعني حاليا نعم. الثقافة تزاع، أقصد التراث الثقافي يتعرف عليه بعض الناس من قبل التلفزيون التشادي، ولذلك يتعين على القائمين بنقل هذه الثقافات أن يجعلوا لها مكتب أو ما يعرف فريق كامل لكي يقوم بتوثيق هذه الثقافات ونشر الآخرين حتى يمكن التعرف عليها عن قرب. نعم، ده هذا في إطار التلفزيون. نعم. الإذاعة أيضا نفس الدور. نعم. إضافة إلى ذلك الدولة يعني أنشأت مؤسسات لتقوم بهذا الدور، مثلا وزارة الثقافة، وزارة الإعلام. نعم. أيضا لوزارة السياحة دور، وزارة الشباب يعني طبعا. السياحة الثقافية. نعم. يعني أنا سمعت وزير السياحة تحدث في مرة من المرات عن السياحة الثقافية، بمعنى أن يزور بل توطين الثقافة نفسها أو السياحة نفسها. نعم. يعني المواطن الشادي أيضا يكون سائح في داخل الوطن، يعني الأطفال مثلا من إنجمينة يجب أن يعرفوا زاكومة، يجب أن يتعرف على التراث الموجود في الشمال، في 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 الشرق مثلا في وارة مثلا. نعم. وفي الجنوب أيضا، ده عن طريق زيارات. نعم. زيارات تعريفية للأسر حتى الممالك القديمة، مملكة باقيني وكان برنوب. نعم. نسمع عنها في التاريخ ولكن الناس حتى الآن لا يعرفون أثرها ولم يشاهدوا. نعم. تعتبر يعني سياحة ثقافية. نعم. ويجب علينا كجادين أن، وهذا طبعا يحتاج لمجهود، والجهود المبذولة حاليا تسهل هذا الطريق يعني. نعم. على الأقل وسائل النقل والطرق، حاليا نشهد يعني ثورة في إنشاء الطرق، هذا يسهل يعني أنت بسهولة جدا تسافر من هنا من دون من هنا كان من هنا لأي منطقة بسهولة جدا، وهذا يساعد على تعرف المواطن بصفة عامة. نعم. بوطنه عن طريق الزيارات الميدانية والوقوف على الآثار التاريخية، مثلا عندنا هنا قرية الأثرية القريبة هنا. نعم. في القوي. قوي. نعم. آثار موجودة تحكي عن حياة الأجداد القدامى. نعم. ولكن الشباب لا يتعرف على ذلك، لذلك يجب أن يكون هناك توعية. نعم. وتسهيل لسفر الناس والوصول إلى هذه المناطق. حتى أستاذ الدين، حتى التاريخ الذين ينقلون التاريخ أيضا في بعض الشوائب فيه، يعني عندما يتحدثون عن قبائل الساو يتحدثون عن بعض الأمور أمور خيالية، فكيف يمكن دكتور أنقل إليك هذا السؤال ربما يكون لديك في بعض. فأيضا الثقافات هل يمكن عن طريق هذا الوسائل التي ذكرها أستاذ إزدادين يمكن نقل هذه الثقافات إلى مجتمعنا الشادي وتوصيل الرسالة؟ نعم، توصيل الرسالة رسالة حقيقية، دي مهمة جدا، فالمؤرخين عليهم أن يبذلوا جهود كثيرة لتنقية لتنقيه الموجود، لأن هناك شوائب كثيرة الآن دخلت في بعض التعريف، فلا بد من تصحيحها حتى نقول للنشأ بأن جاد كانت كذا وكذا وكذا. نعم، هناك عمل بد على المؤرخين أن يقوموا بذلك. نعم. أستاذ زيدين، أيضا إن هناك غزو ثقافي وفكري دخيل على الأمة الجادية، وبدأ الشباب يقلدون هذا الغزو الدخيل على الأمة الجادية ويحاكونه محاكاة الأمم كما يقولون محاكاة الأمم المتقدمة حضاريا، بغية اللحوق بردبها ومسايرتها، فكيف يمكن للدولة مقاومة هذه الأفكار أو الغزو الثقافي الدخيل، وخاصة إذا كانت هذه الأفكار هدامة وأخذ ثمارها ما إذا كانت بناءة؟ نحن في عصر العولمة، والعولمة يعني تدخل كل بيت دون إذن. نعم. يعني هذه العولمة الثقافية والاجتماعية، ولذلك لا يمكن أن نقاوم هذه العولمة إلا بتطوير ثقافتنا. نعم. بتوعية المجتمع والأبناء بأهمية التمسك بالتراث وبالثقافة الوطنية، لأنه هذا الذي كما أشار الدكتور قبل ذلك هذا الذي يميزنا أمام العالم، كيف نلبس، كيف نأكل، كيف نمارس حياتنا اليومية، فيجب هناك أن يكون هناك ثقافة واعي بهذا الأمر، وإلا سينجرف الجميع بهذا التيار
ونصبح غرباء عن واقعنا في المستقبل القريب. نعم. لأن الشباب هم الذين يقلدون هذه الأشياء دون وعي، يشاهدون في الأفلام 24 ساعة، التلفزيون مفتوح، قنوات إنترنت، ويشاهدون هذه الأشياء وهم يتأثرون دون تمييز. لذلك علينا توعية المجتمع بأهمية التمسك بالتراث وبالعادات والتقاليد، والحمد لله أن معظم عاداتنا وتقاليدنا تقاليد سمحة وحميدة. نعم. يجب أن نتمسك، وهذا يحتاج إلى توعية عن طريق المجتمع، عن طريق الدولة طبعا زي ما قلنا عبر وسائل الوزارات المعنية. نعم. وفي وسائل الإعلام ووسائل التعليم سواء كان. نعم. في المدارس، في الجامعات، في المعاهد، يجب. نعم. هناك خطة لزرع الوطنية. نعم. والتمسك بالتراث والثقافة الوطنية خاصة للأبناء الناشئين. نعم. فهذا يجعلهم يميزون بين الخبيث والطيب. نعم. يعني يعرف ما ليس كل مستورد هو جميل. نعم. يعني هناك الخبيث الذي يأتي إلينا ولا يتوقف، لا يتوقف، يتوقف مع عاداتنا وثقافاتنا. يجب أن نأخذ الجميل. نعم. من المستورد من. نعم. الخارج، سواء كان عن طريق في جانب الثقافة، حتى في جانب الملبوسات، في جانب سلوك العام. نعم. يعني هناك أشياء ترد إلينا كما قلت عن طريق هذه الوسائل، فيجب أن يكون هناك وعي، نأخذ المفيد ونترك الضار. نعم. ونتمسك في نفس الوقت بحقنا، هنانا زي ما بقوله في نعم. نعم. يعني هنانا ما نخلو نقول. نعم. وبعدين نشيل الآخر اللي بيساعدنا عشان نمشي قدام. دكتور، كما قيل ينشأ الطفل على ما كان والده، فإن الأصول عليها ينبت الشجر. الشباب الآن لم يتمسكوا بما كان آباؤهم وأجدادهم، الآن بدأوا يقلدون كما سمعت بعض الثقافات الدخيلة، وهذه الثقافات قد لا تتوافق مع ثقافاتنا ومع مجتمعنا التشادي، فكيف يمكن محاربة هذه الثقافات الدخيلة وخاصة إذا كانت هدامة؟ نعم، هناك مثل التشادي بيقول البعر الحذر أبوه، بعر الكلام جدا. نعم. إذن هناك من ضمن المربين الوالد، ها، الذي ربما ترك دوره. ها، في يوم من الأيام كنا نسمع هناك بالأمسيات. نعم. جلسات ليلية، الكبار يتكلمون عن الماضي، يحثون أبنائهم لفعل الفعل الكذا وترك الفعل الذي يشين. فهناك كتاب لكاتب تشادي اسمه جوزيف إبراهيم السعيد، حكايات الليل. نعم. كتاب غريب جدا، تشاد سولي زيتوال. نعم. فيحكي عن تشاد في كل مناطق تشاد، كيف كان الناس يعيشون وما هي القصص التي كانت تنقل. فهذه القصص كانت تحمل عادات وتقاليد وسلوك وخدعة وأشياء مضحكة أحيانا محزنة. الدور فعلى التلفزيون والإذاعة وكل الوسائل الإعلامية أن تضع برنامج خطة لنشر مثلا كذا في المية من الثقافة المحلية. نعم. الثقافة المحلية إذا هناك نسبة مئوية تفوق 50%، فالنشر يستطيع أن يستفيد من هذا. والتوقيت، في بعض الدول طبعا يحاربون الدخيل الهدام بطريقه فنيه جدا. نعم. المسلسل الفلاني الدخيل لا نستطيع ان نمنع بثه، لان اذا منعناه. نعم. سيشاهد. نعم. بطريقه اخرى، فنحن نبس من الفتره الفلانيه فتره مزعجه. نعم. للنشر احيانا او الساعه 4 بعد الظهر او بعد الساعه 12 الليل، فهناك طرق. نعم. كثيره جدا لمحاربة او لنشر الهدام بطريق حتى لا يهدم الشخص. نعم. استاذ زدين، من المفترض ان تلعب الجمعيات المحليه الثقافيه دورها في الاهتمام بثقافتنا وتراثنا المحلي، لكن السؤال اين دور هذه الجمعيات في نشر الثقافه الجديده؟ نعم. والله اذا معندي يكون نقد للجمعيات الثقافيه. نعم. فعلا في غياب لهذه الجمعيات، يعني بفضل الحريه والديمقراطيه انشئت العديد من الجمعيات. نعم. الثقافيه والاجتماعيه والتي تعمل في هذا المجال، ولكن دون احراق. يعني
في يعني غياب لنشاط هذه الجمعيات. نعم. إذا لو سألت أصحابها ونحن أيضا مشتركون يعني في عدد من هذه الجمعيات. نعم. بقول لك ما في إمكانيات. ما في إمكانيات لأنه لا يوجد دعم واضح من الدولة لهذه الجمعيات أولا، وثانيا حتى المشتركين تلقاهم ناس عاديين يعانون من يعني ضيق ذات اليد، يعني الظروف لا تسمح أن واحد يساهم بمساهمات جيدة حتى يقيم نشاط ثقافي، لأن كل نشاط يكلف. نعم. إضافة إلى ذلك عدم وجود أماكن ممارسة النشاط الثقافي، مسارح، منتديات لا توجد. يعني إذا كان يعني عايز تقيم لك أمسية تمشي للخارجية أو قصر الخامس عشر من يناير، السهر يقول لك بأربعين خمسين ألف ستين ألف وأحيانا ممنوع. فأيضا لا توجد أماكن لممارسة هذه الأنشطة. لذلك إذا كان أتينا في التوصيات أو في الختام نوصي بإنشاء أندية في كل حي، نادي ثقافي اجتماعي رياضي يجمع شباب الحي لممارسة أنشطتهم الثقافية كما هو موجود في بعض الدول. نعم. دكتور، دور هذه الجمعيات؟ الله، قامت بعض الجمعيات بممارسة بإنتاج، لكن مع طريقة مع مرور الزمن توقف لشح الإمكانيات وعدم تقبل الجمهور، مثلا في المسرح، مثلا في الكتب، في الصحف، في الصحف التي تنتشر، فتجد شهر 40 كله لا يوجد محل بيع للصحف. شهر 40 كله من البداية للنهاية. لما تمشي شارع مالدون بعد عباس لا يوجد الصحف. نعم. الصحف ولا كتب، هذه مشكله. نعم. فلما تنتج ولا تجد من يتقبل انتاجك، فمع مرور الزمن تكثر. في المسرح، هناك مسرح دمتنا بقياده محمد نور علي، انتاج باللغه الفرنسيه، لكن لا يتحدثون عن هذا المسرح لأنه الإنتاج باللغة الفرنسية. يعني أنت تريد أن تقول دكتور يعني المجتمع غير مشجع لنشر الثقافة؟ لا، أريد أقول شيئا آخر. نعم. هناك مبدعون مسارح باللغة العربية الفصحى لا يتحدثون عنه، ماذا يجري؟ فإن جمعنا لا تتقبل ما هو منتج باللغة العربية الفصحى ولا تتقبل ما هو منتج باللغة الفرنسية. نعم. علامة استفهام، علامة استفهام. هذه مشكلة لابد أن نصرف إليها. نعم. نتحدثون فقط عن دكان مندرجي وزميله تاوا أيتاوا، يتحدثون في الجماعة جمعنا في الشوارع، في القرى، في إذاعة الأف إم، لكن لا يتحدثون عن تلك الفئات التي ظهرت تنتج بلغات فصحى بتعبير أفصح. فهذه المشكلة لابد أن نقع لها في جلسات أخرى. ما أعرف كان عندي فرصة للتداخل في تفضل. يعني المجتمع طبعا لا يتقبل إلا ما يفهم. الفن يجب أن يتقدم باللغة يفهم التي يفهم يعني الحاج توا مثلا. نعم. يعني الحاج توا في شخصيته هو شخصية درامية. نعم. إضافة إلى ذلك اللغة اللي بيتعامل بها لغة مفهومة لدى الجادين كلهم، ومشكلة المسرح لا يوجد مسرح يعني لتقديم عمل مسرحي في الجاد حاليا. نعم. يجب أن يكون هناك مسرح قومي كما موجود في كل العالم. نعم. مسرح معد إعداد فني لتقديم الأعمال المسرحية. نعم. والجمهور يأتي إلى هذا المسرح القومي. نعم. ليشاهد مسرحية يعني مكتملة الجوانب الفنية. نعم. المسرح معد بديكوره، بالإضاءة، بغيره من الأشياء. إضافة إلى ذلك إدارة المسرح في وزارة الثقافة يجب أن تهتم أيضا يعني بالخريجين الذين درسوا المسرح، يتم توظيفهم وتكليفهم بإنتاج مسارح عمل درامي بصفة عامة. نعم. سواء كان في المسرح أو في الإذاعة أو في التلفزيون. نعم. أكيد الشيء جميل يعني يقبل. نعم. كما نعاني أيضا في 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 قضية الأغنية أو الفن. نعم. الموسيقى الجديدة يعني هي كلها المشاكل المتداخلة مع بعضها البعض. لأن الإنتاج ما جيد لأنه ما في إمكانيات وما في تخطيط وما في توفير إمكانيات لهذا
الابداع سواء كان في الموسيقى او في المسرح. لكن دكتور هذا الكلام يجرنا الى سؤال اخر وهو مرتبط بنفس السؤال، يعني ما هي الاسباب التي اوجدت حاله الجهل والركود الثقافي في تشاد؟ نعم، اذا كان تحدثنا كونه الذي ينتج الا لا يجد متلقي، الصحف التي تكتب وتنشر لا تجد مشتري، لماذا؟ طبعا الفقر بيلعب دور كبير جدا، الجهل بيلعب دور كبير جدا، وجود البيئة. أنت تسكن في منطقة والية أو في ذقيل أنقبو، لا يوجد في المنطقة شيء يجذبك إذا أردت أن تأتي لمشاهدة عرض مسرحي أو سهرة أمسية ثقافية أو إلقاء شعر، تأتي إلى جامعة فيصل أو بابا مصطفى. نعم. من أنقبو، هذه مشكلة. وسائل التنقل. نعم. فأشياء لابد، ما فيش ديمقراطية الثقافة. نعم. إذا الثقافة منحصرة في منطقة معينة لأصحاب الشاشات، وهذه مصيبة لابد أن نحلها، لابد أن نحلها. لكن دكتور أستاذ دادين، هذا الكلام كلام جميل جدا، لكن كيف يمكن نشر هذه الثقافة ما دامت عرفنا أنها راكدة ومحتاجة إلى ناس يقومون ب يعني يقولون تحريك هذا الركض؟ نعم. كيف يمكن أن ونحن نتحدث عن النهضة، تحدي. نعم. طبعا لازم كل شيء في جاي ينهض هنا. نعم. كانت تنهض اقتصاديا اجتماعيا ثقافيا، وهذا التحدي يعني ملقى على عاتقنا. نعم. لذلك كيف ننهض بالثقافة الجديدة؟ هذا سؤال كبير جدا. نعم. ولكن طالما توفرت النية والإمكانيات حاليا الحمد لله موجودة. نعم. يجب أن نخطط لذلك. أولا نؤسس معهد للموسيقى والمسرح والفنون الجميلة، أول حاجة. نعم. عشان نخرج جيل متعلم يمسك بهذا الأمر ويخطط لتطوير الثقافة في جانب المسرح وفي جانب الموسيقى وجانب الفنون الجميلة. إضافة إلى ذلك إقامة الأمسيات الثقافية والمهرجانات، تشجيع الكتاب والأدباء. دكتور أحمد بين. نعم. صاحب ديوان كريو كرتاد. نعم. كثير من الناس ما بعرفه. نعم. لأنه ما حصل يوم وجه له دعوة لتقديم أعماله في مسرح. لذلك من الآن فصار يجب أن نخطط لتطوير الثقافة ونهضة جاد ثقافيا. جميل. ولذلك كان عدم الاستقرار هو السبب الأساسي. والآن البلد استقرت، والبترول ما شاء الله، والاقتصاد ما شاء الله، والآن يجب أن نفكر. دكتور كلمة، ما هو دور المثقف في نهضة الثقافة لو تحدثنا، لأن الوقت تقريبا انتهى، دور المثقف الذي تحدثنا عنه؟ الآن لدينا دكاترة، لدينا مثقفين، لدينا ناس متعلمين، الحمد لله البلد تمتلئ بهؤلاء الناس، لكن ما هو دورهم في الثقافة التشادية؟ للأسف هم خطوا الخطوة الأولى وانتظروا كثيرا، هؤلاء المثقفين انتظروا كثيرا، انتظروا شيئا لا يوجد في الآفاق. نعم. فعليهم بالتضحية. وإلا ما ممكن. هناك ابن نوبالو كتب كتاب منذ 20 عاما وتوفى واندثر واختفى ما كتب. هناك الأخ أحمد تبوي كتب كتاب لباترياش يتكلم عن التعايش بين الرحل والمزارعين، كتاب اسمه الجد. هناك الأخ مختار خيار عمر ضيف الله كتب كتاب لم ينشر اسمه الشلتاتوري. هناك علي عبد الرحمن حجار كتب كثيرا، لكن لما نسأل الناس ماذا قرأت عن علي عبد الرحمن لا يستطيع أحد إجابتك. هناك زكريا فضل كتير، هناك دانديل وبلي كتب مسرحيات جميلة جدا جدا موجود حتى الآن. بابا مصطفى الذي نسيناه وتوفى وانتقل ترك أكثر من 11 عمل مسرحي ما ترجمت إلى العربية، ما نشرت بالفرنسية. فما للأسف جوزيف إبراهيم سعيد نجده في كاميرون يدرس وفي تشاد لا يعرف، وهو من مدينة دوبا كتب عن تشاد. فأشياء مزعجة كثيرة جدا. فالدور المثقف هو النهوض بما هو متراكم موجود وتركناه لا بد. كلمة أخيرة بالنسبة توجهها، الآن عرفنا الداء نريد الدواء، كلمة قصيرة.
الدواء كما قلت يجب أن نفكر في إنشاء مؤسسات يعني تعنى بتطوير العمل الثقافي، بدءا بمعهد أو كلية للفنون المسرح فنون المسرح، إضافة إلى إنشاء مسرح قومي. نعم. يعني يتم عرض أعمال مسرحية إضافة إلى إقامة مسرحيات ثقافية. نعم. ولذلك في وسائل الإعلام سواء كان في الإذاعة أو التلفزيون يجب الاهتمام بنشر الثقافة والاهتمام بالمثقفين. نعم. ويجب أيضا إقامة تنظيم مهرجانات ثقافية وتكريم المبدعين الذين رحلوا والذين يبدعون حتى الآن. نعم. حتى يعني يتأثر الشباب أيضا بهؤلاء الكتاب. واحد يقول أنا أعزب مثلا مثل الدكتور مثلا عبد الرحمن حجار كاتب مشهور، يعني وهذا لا يمكن إلا إذا يعني اهتمت الدولة بهؤلاء الكتاب وأكرمتهم. نعم. فيتأثر الشباب وبذاتهم في المستقبل السويسري عشان يشجعون. نعم. كلمة أخيرة دكتور. عروض التكامل لابد أن نتكاتف خاصة المثقفين باللغة العربية والمثقفين بالفرنسية لنشر هذا، لأن نتكاتف مع بعض. نعم. وإذا لا نستطيع يدي في إيدك نبني وطننا الغالي. نعم. هناك قال الإيد الواحدة ما بيصفق يا ناس. نعم. الكتابة ما بتجيب بلا مرداس. نعم. الحرب ما بتنطعم بلا فراس. نعم. إذن لابد من إيجاد هؤلاء النخبة لإنقاذ ونشل الشباب. نعم. أيها السادة المشاهدون، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضية للحوار، ولكن نستخلص أهم ما قيل في موضوع هذه الحلقة وهو الثقافة التشادية وأثرها في النهضة. إن الثقافة التشادية لها أثر كبير في الاندماج والترابط الموجود بين أبناء هذا البلد، وإن تعدد الثقافات في تشاد يعتبر ثراء، لذلك يجب الحفاظ عليه. كما قيل يجب نشر الثقافة التشادية إلى جميع التشاديين حتى تكتمل الصورة. أيضا من النقاط التي قيلت في هذه الحلقة يجب على وسائل الإعلام نقل الثقافة التشادية، ليست وسائل الإعلام المقصود بها التلفزيون الوطني فقط بل وسائل الإعلام كلها الخاصة والعامة. كما يجب إنشاء نوادي ومسارح وقاعات عرض في العاصمة نجمينا وفي جميع المدن التشادية حتى يمكن للمثقفين أن يعرضوا ما لديهم أو أن ينشروا ما لديهم من علم وثقافة. وأخيرا يجب إنشاء مؤسسات تعنى بالثقافة التشادية. وفي ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي الكريمين في هذه الحلقة، وهما الدكتور أحمد بين آدم مدير وكالة دعم المبادرات الأهلية في التربية، كما أشكر ضيفي الثاني وهو أستاذ عز الدين مكي إسحاق مصحح بالوكالة التشادية للأنباء والنشر. وأشكركم على كرم المشاهدة، وسنلتقي معكم بمشيئة الله في حلقة جديدة من برنامج قضية للحوار في الأسبوع المقبل، وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله ودمتم في رعايته.